كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين سيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. بعدما عدلت الحكومة مشروع قانون مؤسسة الائتمان والأبناك الإسلامية، عادت وأحالته يوم أمس على البرلمان، وذلك للمناقشة والتصويت في لجنة المالية قبل اعتماده النهائي. المشروع الذي صدق عليه مجلس الحكومة قبل أسابيع وأحاله رئيس مجلس النواب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عدلت فيه الحكومة العديد من البنود، ومنها حذف عبارة معاملات هذه الأبناك لا تتعارض مع أحكام الشريعة كما جاء في مسودته الأولى. وافقت مجموعة أورانج الفرنسية المالكة لحصة 40% من رأس مال ميدي تيليكوم لخدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت على تخصيص مبلغ 4 ملايير درهم لتوسيع شبكة خدماتها للاتصالات المتنقلة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016. وأقلت مصادر من ميديتاي إن هذا الاستثمار كان مبرمجا قبل التحاق الفرنسيين برأس مال الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب. في موضوع آخر، سجلت أسهم شركة لينوفو أكبر منتج لأجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم انخفاضا ملحوظا في ظل قلق المستثمرين من استراتيجية الشركة تجاه صفقات الاستحواذ الأخيرة، وتراجعت الأسهم بنسبة تجاوزت 15% عند إعادة فتح تداول في بورصة هونغ كونغ عقب انتهاء فترة إجازة رأس السنة الصينية ليستقر السهم عند 8.62 دولار. لحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة دار البيضاء أغلقت جلسة الخميس على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس أغلق الجلسة اليوم على نقص 0.29% بمجموع 7382.17 نقطة، ومؤشر مازي أنهى الجلسة بنقص 0.21% أي 9085.90 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد ساميك خوداتا حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 6% ليرتفع سعر سهم إلى 132 درهم. في المركز الثاني حل سام لابيلفي والذي تحسن بما نسبته 4.54% لينتعش سعر سهمه ب 1428 درهم. وفي المقابل تصدر سهم سينيا سعدة قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها نقص 5.48% ليتراجع سعر سهمه إلى 926 درهم. في المركز الثاني حل سام سي جي بانخفاض نسبته ناقص 3.83% ليتراجع سعر السهم إلى 692 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية النشرة الاقتصادية، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين سيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم.